الله معكم مع أيقونة الختن. الختن هي كلمة تعني العريس. حلو نعرف أنه الكاهن بيحمل هالأيقونة هيدي وبيزيحها بين المؤمنين هن وحاملين الشموع، وفي صلاة خشوعية تنستقبل العريس، عريس نفوسنا بقلوبنا. ولكن بعكس مفهوم العالم، نحن معودين بس نقول عريس منشوفه لابس اللباس الحلو ومرتب حاله وحاطط برفان وتيابس تياب يمكن من أفخم الثياب. هون شو عم نشوف؟ عم نشوف رب، الرب يسوع عاري عليه لابس هالوشاح النبيذي اللي عطوه إياه مسخرة، محملينه قصبة عم بيقولوا له انت ملك، هذا صولجانك، حاطين على راسه اكليل الشوك وعم بيطعنوه، يعني تمسخروا عليه لشبعه. وربنا قبلان بهالمسخره هيدي لانه بحب الانسان الى درجه العشق المجنون. العشق المجنون يعني الرب حب الانسان الى المنتهى، الى القمه. عبارة العريس مثل ما قلنا تشير إلى الرب يسوع، وهالكلمة هيدي إجت بمطارح كتيرة. القديس يوحنا المعمدان دعا يسوع بالعريس، واضح ها قد نظر العريس مقبلا إليه. ومنقول نحن من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمع ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمله، بيقول القديس يوحنا المعمدان. نحن أصدقاء العريس، العريس إجا لعنا نحن، وعلينا نهتف ونفرح مع العريس الآتي. حتى يسوع نفسه سمى نفسه بالعريس، منشوف فقال للفريسيين أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ يعني العريس يعني فرح، العريس يعني فرح. وإذا العريس معنا يعني نحن فرحانين. هذا اللي عم بقلنا يا الرب وبقلن. ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وهي معناتها أنه الرفع يعني الصليب يعني المجد. لما بيصلب الرب بتبلشوا تصوموا. شو يعني بتبلشوا تصوموا؟ يعني بتبلشوا تجاهدوا تتحافظوا على إيمانكم وتضلكم متحدين فيه. لأن الصوم هو تنقية للنفس والجسد، يعني الصوم هو نمط حياة تتسير حياتنا باتجاه الرب. طبعا كمان بنعرف عند العذارى في نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فاخرجنا للقائه. يعني دائما كلمة عريس عم بتشير للرب يسوع، مثل ما عم نشوف قدامنا هالكلمة باليوناني نمفس يعني العريس. وفي أيقونات مثل هالأيقونة ذاتها بيكتبوا أنثروبوس يعني هو ذا الإنسان، يعني هو ذا ابن الإنسان، وهو ذا الإنسان الذي مات من أجل الإنسان. الله صار إنسان ومات على عن الإنسان حتى الإنسان يصير إليه. مع هالزياح الرائع اللي بنعمله مع أيقونة الختن نسأل نفسنا سؤال، شو أحلى لباس نلبس تنستقبل العريس؟ الجواب لباس التوبة. ساعتها منكون أبناء الله. أمين. أكسر